أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. سأطرح سؤالين قبل أي تفصيل. لماذا باكستان أعلنت الحداد كالعراق؟ الكل يقول أن العراق تبع لإيران وكل هذه الدعاية المعروفة، لكنه أعلن عن حداد يوم واحد بمثل باكستان النووية والسنية والأكثر استقلالية وغيرها. لماذا تحديدا هذا الحداد في باكستان لحكومة أسقطت عمران خان وكان واضحا جدا أنها أقرب لواشنطن؟ لماذا تعلن الحداد حكومة قريبة من واشنطن وباسم الجيش الباكستاني في هذه اللحظة على رئيسي دون غيره؟ هذا هو السؤال المحوري للغاية والذي يمكن أن يكشف في إجابته عن أخطر خطة حاول الجميع أن يقبرها بوفاة رئيسه. إذن هذه هي اللحظة الحاسمة التي يمكن القول معها أن تحولا جذريا مع باكستان والقنبلة النووية السنية والشيعية إسلام آباد طهران في مستقبل الأيام كان سيكون هذا الوضع، وبشكل لا يعترف بإسرائيل كان هذا هو الخطر الأساسي الأول. السؤال الثاني، الكل يتساءل لماذا أذربيجان ولماذا هذا التقارب بين إيران وأذربيجان؟ الإجابة عند فرنسا. عندما تؤكد فرنسا أن مخابراتها أعلنت وبشكل واضح ومكشوف، هناك مقال في ذا جارديان، واليوم هناك سؤال محوري للآي إف بي تقول فيه بأن عبد اللهيان أخطر من رئيسي لأنه مدافع شرس ضد السياسات المناهضة للغرب. على أي سنرى بوضوح شديد أن مشكلة كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادي ومع 14 تنظيما حركة سياسية تدعمها باكو ضد فرنسا، لأن فرنسا حليفة مباشرة لأرمينيا وترغب في إعادة الوضع إلى ما كان عليه في وقت سابق بخصوص ناغورنو كاراباخ، والصراع قوي للغاية ما بين باكو وباريس، وآخر ما صرح به وزير داخلية فرنسا أن أذربيجان دولة ديكتاتورية وأن أعلامها في كاليدونيا الجديدة وباكو ضد الاستعمار الجديد. ففتح رئيسي لأول مرة وعبر وزير الخارجية عبد اللهيان فتح الجبهة على فرنسا أيضا، وفرنسا التي خسرت مستعمراتها في أفريقيا خصوصا في منطقة الساحل، وأكبر دعم كان لصالح الجزائر. قال بالحرف الرئيس تبون الرئيس الجزائري: إني فقدت أخا وشريكا وشريكا. وهذا الذي يعترف به أغلب من ساير أو بشكل واضح جدا عبد اللهيان. عبد اللهيان ورئيسي كان معا ضد السياسات الغربية. الأمر لا يتعلق بأمريكا. هنا انظروا إلى هذا المقال الذي ترجم إلى العربية عبر قناة الحرة من الآي إف بي من وكالة الأنباء الفرنسية، وهو يضع هذه الترجمة، فإن المترجمة رأى بوضوح أن عبد اللهيان لأنه أخطر وسماه من العنوان مدافع شرس عن السياسات المناهضة للغرب. فمن هو حسين أمير عبد اللهيان؟ لنأتي ونؤكد أن العملية كلها ومنذ البداية كان التحالف ما بين عبد اللهيان ورئيسي
وهذا التحالف تحالف استثنائي، تحالف روحي غير مسبوق، خصوصا وأن هذا الدبلوماسي 60 عاما حيث كانت أمامه مهمة صعبة تتمثل أساسا بشغل منصب خلفا لمحمد جواد ظريف وما حدث له مع الحرس الثوري كما هو معلوم، فكان دبلوماسيا بارزا يتحدث الإنجليزية بطلاقة، وجها معروفا لدى الأوساط الدولية، واسما محنكا أدار السياسة الخارجية لإيران. هذا ليس مطبلا بين قوسين لإيران، إنما الأيف بي عندما تشهد لك الأعداء فأنت آنذاك على نفس هذا المستوى. والتلفزيون الإيراني الرسمي قدمه على أساس أنه دبلوماسي مرموق من محور المقاومة. إذن عبد اللهيان يوم تعيينه إن هذه المجموعات هي حليفة إيران وتعزيزها على جدول أعمال الحكومة. فعلا حدث هذا، رغم أن بعضها مصنفا في قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية كحالة حماس مثلا. كل هذا تجاوزه بشكل عادي ومن خلال اتصالات شديدة الأهمية. في أبريل الماضي دافع عبد اللهيان عن الهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل، وكل هذا في إطار الدفاع المشروع والقانوني الدولي والاحتكام لهذه الخاصية على وجه التحديد، مما يعني أن مسيرته المهنية شديدة الوضوح في علاقاته الوطيدة مع الحرس الثوري من جهة، وكان قريبا من اللواء قاسم سليماني قائد القدس الذي له العمليات الخارجية في الحرس. وكما هو معلوم فإن عبد اللهيان حاول تقليل عزلة إيران ونجح في ذلك، وحد من تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني وأيضا نجح في ذلك. إن ما يمكن قوله أن عبد اللهيان قد يكون أخطر في نظر الفرنسيين من رئيسي، وقوة رئيسي تماما في شخص عبد اللهيان، وكان مساعدا لوزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، وكان ظريف قد استبعده من المنصب في 2016 في خطوة لقيت انتقادات واسعة في أوساط التيار المحافظ، خصوصا وأننا سنرى بشكل كبير جدا أن عبد اللهيان الذي شارك في استئناف المفاوضات بشأن برنامج الإيراني النووي بعد انهيار الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 2015 جعل أهم عنصر في هذا القرار أن هناك سعي كبير للمناورة ونجح في ذلك. إن كان الفرنسيون يقدمون عبد اللهيان على رئيسي، وإن كان الآخرون يقدمون رئيسي على عبد اللهيان، فإن الثنائي خلق إشكالا كبيرا خصوصا بالنسبة لفرنسا. فرنسا اليوم تقول أن إيران ليست ضد أمريكا، إنما ضد الغرب، وهذا هو المقصود تماما، لأن التحالف الروسي الصيني الإيراني كبير، وأيضا تعمق في عهد رئيسي، وأصبح وزير الخارجية الإيراني جزءا واضحا من هذه المعادلة. وهنا لابد من التذكير بأن الوصول إلى خلق توازنات مع باكستان ومع أذربيجان ومحاولة سلب إسرائيل لورقة أذربيجان ربما قد يكون ذلك مغامرة، وقد دفع ثمنها على وجه التحديد عبد اللهيان، لأن عبد اللهيان كان مقصودا من المخابرات الفرنسية أكثر من رئيسي. من الصعب جدا أن يقول قائل مثل هذا، لكن هذا واقع الحال لأسباب عدة. من جهة أولى، فالضربة أتت بانفتاح إيران على أذربيجان، وذلك لحرب فرنسا. ثم فتح عبد اللهيان ورئيسي جبهة الجزائر، فكان أخا وشريكا، ففرنسا ضاقت بنفسها لأن الضربات أتت من قلب أفريقيا، من جهة من المستعمرات السابقة التاريخية لها في أفريقيا وأيضا في المحيط الهادي، مما دفع
إلى أن يكون عبد اللهيان محاصر حقيقي وداعم قوي للسياسات المناهضة للغرب، بل ارتكز الروس في التنظير على عبد اللهيان في قضية الانفتاح المباشر على بعض القوى وغير ذلك. فعندما نرى أن أبرز حكومة أسقطت خان في إسلام أباد وانفتح عليها رئيسي وحاول أن يؤثث لاقتصاد مع باكستان يقلب المعادلة بالجملة، ثانيا يذهب إلى أقرب حكومة لإسرائيل في أذربيجان وتعيش اليوم إسرائيل على نفط أذربيجان في حربها، فإن كان هذا الأمر من أجل سحب الورقتين معا وهما المرتكزان الأساسيان الحاسمان للسياسات الغربية، فإن هذا يجعل من رئيس عبد اللهيان بمثابة أولا قد يكون ما قام به مغامرة محسوبة بطبيعة الحال، لكن لم يجد الغرب في منزعه شيء سوى أن يصل إلى الاثنين معا. إذا كان واضحا جدا أن من الصعب جدا أن يجتمع في رحلة واحدة. أغلب الأحيان كان رئيسي يقوم بجولاته في الداخل وبنفس هذه المروحية. لماذا لم يقع شيء؟ لأن عبد اللهيان لم يجتمع الاثنان، لأنه لو بقي عبد اللهيان من دون رئيسي لأصبح مؤكد أنه سيواصل عبد اللهيان وبذكائه ما كان عليه الحال بالنسبة لرئيسي، وسيواصل بشكل أقوى من رئيسي. وهنا كان واضحا جدا أن عليهما أن يذهبا، لأن هذا هو الرئيس القادم عوضا عن رئيسي، ورئيسي هو الذي سيشغل منصب خامنئي. وبذلك فإن العملية لم تكن لتؤثر إلا إن اجتمعا. الأمر هنا واضح جدا بأن اجتماعهما في مكان واحد كان خطرا جسيما على استراتيجية لم يكن ينظر أحد إلى أبعادها الخطرة للغاية، خصوصا وأن كل المربعات التي كانت لخامنئي في وقت سابق جعلت من المحافظين أقوى هذه المرة. لقد مر جاد ولكن كان ظاهرة صوتية، رئيسي لم يكن كذلك، حاول أن ينفتح على العالم القروي هذا الذي ينظر إليه. إنما القصد في كل ما يجري أن الولاية الثانية كانت محققة بالنسبة له، فكان واضحا جدا أن الرئاسيات القادمة ستكون لرئيسي، ولن يحتمل الغرب أن يكون هذا الثنائي الذي منذ ولايته الأولى قصف إسرائيل ورد واحترم الأمة الإيرانية وكل ما يتعلق بالسيادة والدفاع المشروع عن النفس، كل هذا أثاره الإيراني في عهد رئيسي. لذلك فالكل يريد لخامنئي أن يعود إلى مربعاته الأولى المعهودة في وقت سابق. وهناك من رأى أن قيادة رئيسي قيادة صلبة وذكية ومخلصة، وفي نفس الآن لها مغامرات محسوبة ولديها بعد استراتيجي أكبر. هذا يدفع مباشرة المحافظين إلى أن يكونوا حاسدين لموقعه، لأنه سيستمر، فهو يجمع ما بين المحافظة وما بين المناورة وما بين الصلابة. لذلك فهو قرر وصمم وفعل خصوصا ضد إسرائيل. هذه اللعبة الشديدة الأهمية التي تسحب على وجه التحديد من المحافظين كل أوراقهم، وأيضا من الطرف الآخر هذه الاستقلالية والانفتاح على السعودية، انفتاح على الغرب وإدارة العملية بشكل أحسن بكثير. إذن تخفيف العقوبات الأمريكية جاء من نفس
الإدارة التي حاصرت وقوت من دورها ضد الغرب عموما، ضد فرنسا، وأحسنت في ذلك عندما فتحت ذراعيها للتحالف مع الجزائر في الساحل، فكان دعما حقيقيا في القضايا العادلة وخصوصا في القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة. كان كل هذا جزء لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية التي أدهشت الجميع. لذلك فباكستان، مجرد الانفتاح على باكستان، مجرد تجاوز القنبلة الشيعية النووية والقنبلة السنية في هذا التحالف الشيعي السني وإلى جانبه الأتراك، فإن هذا المثلث وبهذا الشكل الباكستاني الإيراني التركي كان هذا مزعجا جدا بالنسبة لإسرائيل ومستقبلها في الشرق الأوسط. لذلك كان من الواضح أن الاتجاه الإسلامي الذي ينظر إلى آفاق الأمة بهذا الشكل كان منطلقا من خاصية إخوانية في نظر البعض وصوفية في نظر البعض الآخر. هذا التحالف الشيعي الإخواني الصوفي عند البعض كان أخطر بكثير مما توقعه الجميع، خصوصا وأنه أصبح ضد سياسات الغرب. إن مثل هذه السياسة التي حملت الإسلام بوجهه الآخر، أي أن العجم هم الذين أداروا ويديرون حاليا المعركة في القدس، هذا كله يكشف إلى أبعد مدى أننا أمام خسارة حقيقية للإقليم وأمام المزيد من تطبيعه، مما دفع الآخرين إلى أخذ مبادرات مفاجئة كحالة مثلا قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، كحالة اليوم الانفتاح على باكستان، هذا الانفتاح الاستراتيجي والذي يزعج الهند ويزعج إسرائيل ويزعج الولايات المتحدة الأمريكية. وأبعد من كل هذا، عندما يعتبر عبد اللهيان بأنه المدافع الشرس عن السياسات المناهضة للغرب، فعبد اللهيان إذن هو الرقم الذي استهدفته الصحافة الفرنسية واعتبرته بأنه أخطر عنصر كان سيقود إيران ورئيسي سيقود من مكان خامنئي. وبذلك فإن أبرز سيناريو سقط الآن وهذا انتصار للغرب. لذلك فرئيسي إلى جانب عبد اللهيان قاد طاقما غير مسبوق في تاريخ الجمهورية الإيرانية ضد الغرب وضد سياساته، وبذكاء يشهد به الفرنسي لعبد اللهيان ويشهد الأمريكي لرئيسي، والإسرائيلي يرى رئيسي بأنه إبراهيم رئيسي فعلا أراد أن يوحد إبراهيم وتراث إبراهيم وأن يكون رئيس الجميع بفرض اسمه على كل المنطقة. كل هذا يجعل من الكلمة التوراتية إبراهيم رئيسي بأنها كلمة ساحرة، بأنها كلمة خطرة جدا قد تنبئ بأشياء قادمة. وما دام أن مقتله قد حدث فإن وضعية أخرى أخطر بكثير قد تقع في الأيام القادمة حسب نبوءات توراتية حملها حاخامين على الأقل. على كل الأحوال فإن هنا كصعوبة حقيقية اليوم أمام ما نراه وأمام ما خطط له على وجه التحديد كل من رئيسي وعبد اللهيان، وهناك رقم آخر ينظر إليه على وجه التحديد بعض المختصين بأن آية الله الذي ذهب معهم كان يعد لمهمات أخرى. هؤلاء هم الذين ينظرون إلى أن هناك أيضا حسابات داخلية في إبعاد هذه المروحية التي جمعت كل عقول
التي جمعت كل عقول واستراتيجيات قادمة احترقت بشكل واضح لحسابات متعددة. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.